لمزيد من المتابعة ينضم إلينا دكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية. دكتور، بعد التحية، كيف ترى جهود الدولة فيما يخص دعم المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة والقطن؟ حضرتك زي ما قلت كده، يمكن توجيهات دولة مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية أولا ودولة رئيس الوزراء ووزير الزراعة الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجيه. يمكن حضرتك احنا افتتحنا موسم حصاد الارز من حوالي 15 يوم. ده حضرتك الارز كان ينضج على 160 يوم، انا تم الحصاد على 110 يوم، يعني توفير 50 يوم في فتره حياه النبات، بالتالي توفير في كميه الميه مع المحافظه على الانتاجيه. حضرتك كان يوم حصاد في محافظه الشرقيه في ديار بنجم، حصدنا على 110 يوم، كان المحصول 4 طن و600 وده 4 طن و300 متاسف، وده حضرتك معناه ان المحافظه على الانتاج العالي، وبالتالي احنا في حاجه الى دعم المزارع وتقديم الدعم ليه، سواء كان للحصول على اعلى انتاجيه ممكنه من وحده المساحه ووحده المياه. حضرتك برضو بدانا امبارح موسم حصاد الذره، وده كان في يوم حصاد مميز برضو، الاصناف الحمد لله والهجن الجديده في المحاصيل الصيفيه، سواء القمح سواء الذره او الارز او القطن، هذه المحاصيل الصيفيه الاستراتيجيه توليها الدوله اهتمام كبير. فلما نقول لحضرتك ان احنا عندنا السنه دي صنفين جداد من الارز، ثلاث اصناف من جديده من الذره او ثلاث هجن جديده من الذره، صنفين جداد او في ثلاث اصناف جديده من القمح داخله في التسجيل، فده اهتمام بالمحاصيل الاستراتيجيه للحصول على اقصى انتاجيه ممكنه من وحده المساحه. صحيح. والمياه. طيب دكتور علاء، يعني دور واسهام معهد المحاصيل الحقليه في زياده الانتاجيه من المحاصيل المختلفه، وبنتساءل ايضا عن الجديد الذي يقدمه المعهد في هذا الشهر. وحضرتك احنا بننتج بنستنبط اصناف جديده اعلى في الانتاجيه، يعني لما نقول ان متوسط الجمهوريه وصل ل 25 ارداب في الذره، من كان بيوصل كان 10 ارداب، لما نوصل لتضاعفت هذه الانتاجيه ل 25 ارداب، دي اصناف جديده. طيب احنا عندنا الامكانيه، عندنا الامكانيه ان احنا نرفع القدره، لان عندنا القدره الانتاجيه للاصناف اعلى من متوسط عام الجمهوريه ومن متوسط الحقول الارشاديه. يعني عندنا ثلاث ارقام نفرق بينهم، متوسط الجمهوريه اللي هو مثلا في القمح من 18 19 ارداب بالفدان، متوسط الحقول الارشاديه بيوصل 24 ارداب بالفدان، القدره الانتاجيه للاصناف تصل ل 30% ل 30 ارداب بالفدان. اذا عندنا الجاب تقريبا حوالي 7 ارداب في الفدان، فاحنا بنحاول تقليل هذه الفجوه من خلال، لان عندنا الصنف اللي هو التركيب الوراثي، ان احنا بنقدم الصنف ده عالي الانتاجيه ومتاقلم مع التغيرات المناخيه ومقاوم للامراض والحشرات، وبالتالي احنا بنقدم هذا الصنف مع حفظ التوصيات الفنيه اللي تخليه نحصل على اعلى انتاجيه منه، وبالتالي تقليل الفجوه بين المتوسط عام الجمهوريه ومتوسط الحقول الارشاديه والقدره الانتاجيه للاصناف. احنا نطمنك ان احنا في انتاجيتنا من وحده المساحه الاول في القمح الربيعي على العالم، وفي المركز الرابع او الخامس في القمح الشتوي، لان شتاء مصر هو ربيع اوروبا. في احنا الحمد لله بنوصل المركز الخامس او السادس على العالم في وحدات انتاجيه المساحه، في القرص المركز الاول، بس مش انتاج بس، ولكن في الجوده لا يضاهي ارز مصر في الجوده الا ارز كاليفورنيا. فده طبعا ده احنا لما نقول المعهد بخصوص المحاصيل استنبط ما يقرب من 350 صنف وهجين في المحاصيل الحقليه المختلفه، المحاصيل الاستراتيجيه سواء كان محاصيل حبوب، قمح، ذره، رز، شعير، محاصيل الاعلاف، محاصيل البقوليه، محاصيل الزيتيه وغيرها من المحاصيل الحقليه المختلفه. أكيد. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، كنت معنا عبر الهاتف.